جزاكم الله خير يا شيخ. يقول هذا السائل: هل يجوز أن أطلب من أحد الجزارين شراء شاة بنية الأضحية ولكنني لا أقف أثناء الذبح عليها، هل يجوز ذلك؟ إذا اشتريتها بنية الأضحية ووكلت الجزار على أنه يذبحها ووزعها على الوجه المطلوب فلا بأس بذلك إذا وكلته وكان ثقة، ولكن الأفضل أنك تحضر ذبح أضحيتك، بل الأفضل أن تذبحها بيدك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأفضل أن تأكل منها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من أضحيته، أن تأكل منها وتطعم أهل بيتك وتهدي لجيرانك وتتصدق على المحتاجين. نعم.